طلعت رجعت جرت حكيت هيدي أول قصتنا هيدي أول قصتنا زعلاني أو تعباني مقهورة ومو درياني زعلاني أو تعباني مقهورة ومو درياني منين وين وكيف وليش من الصبح يصير شو هالتعديل ما بالحق اصحى بكير حتى تصير فضيحتنا حتى تصير فضيحتنا لا 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 شلوا خلوا صلوا علوا هلوا غيراني من كل الناس وبعقلي مبيت وسواس غيراني من كل الناس وبعقلي مبيت وسواس شو قلبك طيب حساس لا ما بتزعل جارتنا لا ما بتزعل جارتنا لك حظ بقي عندي ما رح انسى اللي ساويته امبارح بالمرة خلص لا تكبري يا نرمين مزحة صغيرة مزحة صغيرة؟ كنت رح موت من خوفي عن جد معناها بتتضايق صباح الخير هنية صباح النور هنية رفقات من زمان الو ايه رئيف ايه حبيبتي ساويلي فنجان قهوة بين ما غسل وشي لا. بس شوي رئيف بس شوي حتى تخلص الحلقه ولك هنيه مو هذا نفس المسلسل اللي كنت عم تحضرين امبارح بالسهره لا يو هداك اسمه سنابل الحب وهذا لانه جدي طلع هذا اسمه سنابل العشاق يعني كثير فرقت ليكي حتى نفس الممثلين امبلا هذا بالحلقات ال500 الاخيره اما هداك يا دوب اول 300 حلقه ليش هاد كم حلقه 700 حبيبي يعني صار لك سنتين عم تحضري نفس المسلسل ولك ايه وما بمل منه الله يثبت علينا العقل والدين انا فايت ساوي فنجان قهوه لحالي بس بالحفلات ما كنت علمني على الكمبيوتر كمان وانا علمني شو اجى على بالكم هلا ليكم اشتغل عم يساووا قهوه ولا هدوك رجع له نحن رجعنا ورجعنا اتفقنا لك معقولين هدول ملوك السسبنس والإثارة ايه وهي ما بتقدر تعترف له بالحقيقة ليش بقى؟ مشان جارتها ليش جارتها بتحبها؟ ولك لا ما بتعرفها الله يخليكي هنو احكي لي قصة هالمسلسل ليكي أنا وصلت للحلقة 707 وما في شيء مهم بهذا المسلسل غير إنه عم بيحاول يقول لها بحبك ايه طيب ما يقول لها بحبك ويخلصنا ولك شبكي ركزي معي هو كل ما عم بيحاول يقول لها بحبك بيرن موبايله وكل ما بدنا نعرف مين حكى معه بيمرق له هيك شي 50 حلقه بتعرفي شوقتيني اني احضر وفي مسلسل تاني بعده بس هداك ببكي الحجر ايه وهذا شو قصته
انه البطل مأجل عرسه صار له 7 سنين، مشان شو؟ لانه رفيقه مكسوره رجله. والسبع سنين ضلت رجله مكسوره؟ ولك لا لا، لك ما عم بقول لك انه ببكي الحجر، هلا هو كل ما بيحاول يعمل عرسه رفيقه بتنكسر رجله. يا حرام، وشو صار بحبيبته؟ حبيبته كمان ما بترضى تساوي العرس الا اذا هو حضران ولحم الكسر. وبأنو حلقه صار؟ مو رايح شي منه، شغلت هيك 900 حلقه. ايه ممتاز، معناتها هذا بينحضر. ايه عن جد، انت لازم تحضري هيك مسلسلات احسن من هذا النت الزفت تبعك هذا. هنو اوعك تقربي عن النت تبعي. ها مرحبا. اهلين اهلين، رأي يفوت. شو طمنوني، انا البطل البطل بحبه؟ لا لسه. لك 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 لك، ليش طفيتوا؟ ليش هيك السيد رئيف؟ طمنوا على كفالتي، السنه الجايه مثل هلا ما بيكون السيد رئيف الا بحبك. لك ايه ايه، بس خلينا نعرف الاحداث ورا بعضها. لك يا جماعة شو بكون؟ والله لو كاتب هالعمل بيحترم حاله كان اختصروا كله مشهد واحد. لا اسمح لي سيد رئيف، أنا ضدك بهالرأي. وعلى أنو أساس أنت ضدي بهذا الرأي؟ على أساس أنه أنا مع سياسة الفرد والإطالة بالدراما، بس السينما خلقت للتكسيف والتركيز. أها ما شاء الله ما شاء الله ست سهام، بتفهمي بالدراما والسينما كمان. حبيبتي أنا من أمهر كتاب السيناريو لو بدي. خد بقى على هالزبونة، ليكوا أنتوا التنتين، أنا في عندي شوية حسابات رح خلصها هون جنبكم، ويا ويلو يا ويلو ها هي اللي بيشغل التلفزيون، سمعتوا؟ يخطر لي انه نكتب مسلسل وندخل في كتاب جينيس للارقام القياسية. شلون بقى؟ منعمل مسلسل من 10,000 حلقة. اها حلو، يعني بالحالة بدك حوالي اذا قلنا 10,000 تقسيم 30 بيطلعوا 333 شهر، يعني 28 سنة. كتير حلو، معناها بكرة اولادنا بيتابعوا المسلسل مع احفادنا. لايك حبيت. ليكي خليكي معي حبيبتي، قديش بدنا وقت لحتى نخلص كتابة المسلسل؟ ولك ما حدا سائل عن حدا. شلون يعني؟ ولك حبيبتي منلطش من هالكتاب. ايوة بس مو حرام؟ ولك ما حرام ولا شي، منغير اسماء الشخصيات ومندمج هالمسلسلات كلها مع بعضها. برأيك بتزبط؟ ولك ايه بتزبط، على اساس يعني حكام جينيس مراقبين كل المسلسلات. خلصنا بقى. ايه انا معك بهالحكي. ليكي شو رأيك مفكر بشي قصة هيك نقدر نكتبها؟ مثل شو؟ شو رأيكم تحكوا عن مشكلة لسه ما حدا حكي فيها وما حدا فات فيها من وقت ما خلقت الدراما لهلا؟ شو؟ تحكوا عن مشاكل البشر من بعد 100 سنة. فعلا موضوع جديد. لايك ايه، وأول مرة بينطرح. لك استني استني، ايه بدنا نفكر بعنوان لهذا المسلسل بالأول. ايه والله معك حق. عنوان طيب شو رأيك يعني أول 100 سنة صعبين كتير على البني آدم؟ لا حبيبتي كتير طويل هذا العنوان، شو رأيك خبرة السنين بعد 90؟ لا 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 لا، وانتي صادقة، حلاوة السنين بعد 90. رائع ولك بيرفكت. كتير منيح، يلا خلينا نبلش. لا حبيبتي بدنا نفكر بأسماء الشخصيات. ايوه واسماء خطايرة مو هيك؟ طبعا. لقلك ايه؟ رايحة اجيب الكرستة والعدة وانتي حضري لي القهوة بسرعة. يلا اسماء خطايرة. ايه
سهام؟ هلا شو رأيك يعني هون شو بيقول لها؟ خليه يقول لها تضربي ما أغلظك. حلوة، سجليها سجليها هي. تضربي ما أغلظك. إيه بس شو بدي رد عليها؟ مثلا خليها تقول له لا أنت الغليظ. ها لا أنت الغليظ وهي نهاية الحلقة مية. تمام خلينا نراجع لك شو كتبنا أحداث بهالمسلسل. يا ستي من 1 للـ75 البطل نايم وموبايله عم يرن. حلو حلو كتير. ومن 75 للـ100 نكتشف انه البطل حاطط موبايله شو صامت. بس بتعرفي حاسه انه هيك شوي تقلنا العيار على المشاهد باول 100 حلقه. ايوه طيب شو رايك هيك يعني نخفف تشويق شوي؟ ايوه بتعرفي احسن. شو رايك ناجل انه يعني اكتشاف انه موبايله صامت لبعد الحلقه 100؟ ايه والله احسن. حرام احسن ما يتعب المشاهد. معك حق، ونحن كمان لازم نحترم عقلية المشاهد. ايه ايه لازم نحترمه. يلا هاتي هاتي لي افكارك يلا نقضيه. وفجأة يدخل البطل أكثم إلى مدخل البناية. ليكي سهام يعني شو رأيك هون بالحلقة 170 يعني هيك نعطي تلميحة تلميح للمشاهد بأنه البطل احتمال يفيق من النوم. أنا برأيي نأجلها شوي. بس أنا شايفة إنه هذا هو الوقت المناسب. لك حبيبتي مو ظابطة دراميان. لك شلون مو ظابطة دراميان؟ مو ظابطة لأنه احتمال بكرة بالحلقات اللي بعد 1000 يدخل معنا خط تاني بالمسلسل. أيوة لا إذا هيك أقنعتيني. أنا برأيي نعمل فلاش باك للبطل ونفرجي الناس قديش كان شقي بطفولته. أيوة وشو التبرير الدرامي للحدث؟ مشان لما بده يقول لحبيبته تضربي ما اغلظك منكون مهدين للحدث. اوكي ليش لا؟ بتعرفي انا عم فكر بشي 50 حلقة لقدام نناقش فيها شي قضية اجتماعية. لا ديري بالك هيك ما بقى ينباع النص معنا ابدا. هلا اذا ناقشنا قضية اجتماعية ما بيعود بينباع النص؟ طبعا حبيبتي خلينا نبتعد عن المحظورات الرقابية. وهو كذلك تكرمي. شو الأخبار؟ هاها يا سيدي الأخبار إنه هذا العمل رح يكسر الدنيا. أخبار بتطمن. لا تنسى إنه نحن كتير عم نتعب بهذا المسلسل. هاتوا حكونا شو قصة هالمسلسل بالله. أنا بحكي. يا سيدي البطل بيكون نايم وموبايله شو عم بيرن وهو ونايم بيقول له تضربي ما أغلظك وهي بتقله أنت غليظ. لسه ما كتبتوا غير هذا المشهد؟ لك لا مو شايف كل هالوراق قدامك؟ إيه لأني شايف مستغرب. يا حبيبي يا رئيف نحن كاتبين لهلأ 300 حلقة. معناها عم تكتبوا دراما معاصرة. لك طبعا لكن شو؟ أيوة يا ستي الله رضي عليكم تعب. بس شوفوا حاولوا بعدوا عن أي فكرة تخدم المجتمع وركزوا لي على تفريغ مخرج جيل الطالع. أنا منشانكم ها سلام. والله هذا جوزك رئيف حكى كلام كتير مهم بينفع انه نفتح له خط بهالمسلسل. شو رأيك؟ منكتبه ليش حتى ما نكتبه؟ بس هو شو قال ما فهمت. ولك اكتبي يلا. يدخل أكثم من باب الأسانسير. المسلسل شو الخطة هلا؟ هلا لازم ندخل مرحلة التسويق. ايوه يعني هلا لازم ننزل على السوق ونبيعه. لك شو سوق ما سوق؟ لازم نتواصل مع شركات الانتاج.
طيب وكيف بدنا نتواصل معهم؟ يا ستي جبت كل ارقام شركات هالبلد. برافو عليكي، انت شاطره وقويه. ورح اتواصل معهم من هاللحظه. يلا بس قبلها ايه وحدات موبايلي على حسابي. ديبتك انا، انت بس اتصلي. برافو عليكي. يلا وهي اتصال. الو مرحبا، يعطيك العافية، معك السيناريست والكاتبة سيهام. أهلا فيك أستاذ، أنا عندي 10,000. إيه 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 10,000 حلقة. لا 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 تخاف، مثل ما عم قلك خالي من أي فكرة وأي مضمون وأي شيء. إيه طبعا موديل. اوكي اوكي اوكي، رح ابعت لك النص على الايميل تبعك. ماشي، باي باي. وشو قال لي؟ طلب الورق وتحمس كتير. ولك شو عم تساوي؟ بدي دق لشركة تانية استبني. ايوه. الو مرحبا، معك سيناريست سيهام. حبيب قلبي استاذ، انا عندي نص مودير. ايه خالي من الدسم من الكحول ومن اي مضمون، مثل ما عم قلك فارغ تماما ومفكك. الله يحلي ايامك. الحقيقه هو 10,000 حلقه. شو ما عاد اخذتوا اقل من 15,000 حلقه؟ طيب خلص اوكي، خلص خلص ولا يهمك، كسبنا سماع صوتك. يلا باي. شو قال لي؟ صدمني، قال لي راحت موضة 10,000 حلقة وبدهم 15,000 حلقة. لك ايه ما صار شي، خلينا نكمل هدول لل 15,000 حلقة، هن 5,000 حلقة. قلتي؟ ايه ايه. قومي بسرعة جيبي لي معون ورق جديد. يلا ورق. يلا ها ولك ورق. ورق ورق ورق. يدخل أكشم من باب البناء الخارجي. قال شو؟ قال مكلف إنتاجيا، تخيل. ايش كم ممثل عندكم بالنص؟ الله وكيلك ما عندي غير 3 أكسب ومعتصم ومنام، وكنت ناوي أدخل خالد بس بطلت. لا كثير هيك، حرام عليكم. وكملوا واحد لوك يتيم واحد كمان كثير، الله يسامحكم على هالغلطة. لا وقال شو؟ قال العمل، العمل كتير في أحداث هيك وأفكار متزاحمة لدرجة إنه ممكن أضيع المشاهد. وكمان نقدونا بشغلة جرحتني كتير. وشو هالشغلة؟ تخيل تخيل، قال نحن مغرمتين بحالة التكثيف الدرامي من حيث المشهدية والجملة. إيه معكن حق، ما حدا بيقدر الفن والإبداع. على فكرة في مسلسل عم ينعرض جديد، إنتاج مشترك بين تشاد وبوليفيا، شكله هالعمل رح يضرب التركي. ولي على أي محطة عم يطلع؟ مطروش طرش على كل المحطات. هو مدبلج أكيد ما هيك؟ لكل لغات العالم، بنصحكم فيه. شو رأيك هنو؟ قول يا رب. ليكو انتو جوز، أنا في عندي شوية حسابات رح خلصها هون حدكم. يا ويلو ها، يا ويلو يلي بشغل التلفزيون. سمعتوا؟ ليش عم تضحك؟ أنا عم بخاف. إيه؟ 4-3-2. خد بقى على هالزبونة. ليكو أنا في عندي شوية حسابات رح خلصها هون حدكم.
يا ويلو ها يا ويلو يلي بشغل التلفزيون سمعتوه؟ لا والله ما عم بضحك عم طلع فيك انه شو؟ خفي ثلاثة اثنين ما يعني ايوه عنوان لهذا المسلسل. طيب شو رأيك مثلا بعنوان بعد سنين بطيخ مبسبور؟ والله نسيت. وعلى انو اساس انت تضيب هالرأي بقى؟ شوي شوي اسف على انو اساس تضيب بقى بهالرأي بقى؟ ثلاثة بالله وعلى انو اساس انت تضيب هالحكي بقى؟ نزلت دولا اسف يلا اربعة بس هو يعني شو قال؟ لك اكتبي يدخل أكثم من باب الأسانسير. ليش أكثم يعني؟ مو معتصم الغير جارتنا شوي بتجهز قهوتنا طلعت رجعت جرت حكيت هيدي أول قصتنا هيدي أول قصتنا حسن